اليوم سوف نقدم لكم طريقة جميلة، طبعا من باقي الأكل. هذا باقي الأكل، طبعا حرام نرمي هذا الأكل، ومن الأفضل هو أن نقدمه للطيور. حتى لو ما كان عندك طيور، يمكن أن تضع الطعام في مثلا النافذة الطاقة أو فوق السطوح، سوف تأكله الطيور وسوف يكون لك أجر إن شاء الله. حرام بدل ما نرمي الأكل نستفيد ونكسب الأجر منه إن شاء الله. طبعا هذا باقي الأكل، اليوم سوف نعمل أفضل أكلة أو أفضل وجبة للطيور الباقي. طبعا هذا باقي الرز، وأيضا يوجد لدينا جزر، هذا عبارة عن قشور الجزر، طبعا حرام أن نرميها، الأفضل أن نستغلها وأن نضعها للطيور. كما ذكرت لكم، إذا لم يجد لديكم طيور يفضل أن تضعوها في مكان يصل إليه الطيور حتى تكسبوا الأجر إن شاء الله. الآن جهزنا الوجبة، سوف نقدمها للطيور. تابعوا معنا باقي المقطع وشاهدوا هل ستحب الطيور هذه الوجبة أم لا.
ماشي.